توفي طاهٍ يعتقد أنه اخترع دجاج تكا ماسالا الطبق المفضل بالكاري في بريطانيا عن عمر ناهز 77 عاماً. وذكر صحيفة الغارديان البريطانية أن مطعم شيش محل في غلاسكو أعلن وفاة علي أحمد أسلم الاثنين بمنشور جاء فيها: توفي السيد علي صباح اليوم، نشعر بالحزن جميعا لرحيله. ولد أسلم في باكستان وانتقل مع عائلته إلى غلاسكو عندما كان صبيا صغيرا قبل افتتاح مطعم شيش محل في عام 1964. في مقابلة سابقة مع وكالة الأنباء الفرنسية قال أسلم إنه ابتكر دجاج تيكا ماسالا في السبعينيات عندما سأل أحد العملاء عما إذا كانت هناك طريقة لجعل الدجاج تيكا أقل جفافا، فكان الحل إضافة صلصة طماطم. أوضح أسلم أنه أعد التيكا بصلصة احتوت إلى جانب الطماطم الزبادي والقشدة والتوابل وخصوصا الكاري. في عام 2009 دعا محمد سروار النائب العمالي آنذاك عن وسط غلاسكو إلى الاعتراف بالمدينة رسميا على أنها موطن دجاج تيكا ماسالا. نظم سروار حملة من أجل منح غلاسكو وضع المنشأ المحمي من الاتحاد الأوروبي لطبق التيكا، وقدم اقتراحا حول ذلك في مجلس العموم. لم ينجح سروار في مسعاه، حيث ادعت مطاعم أخرى في المملكة المتحدة أنها اخترعت هذا الطبق الشعبي. أصبح هذا الطبق طبقا مشهورا جدا في المطاعم البريطانية، على الرغم من صعوبة إثبات المكان الذي نشأ في هذا الطبق على وجه اليقين، إلا أنه يعتبر عموما كاري للأذواق الغربية. قال علي إن دجاج تيكا ماسالا يصنع حسب ذوق العملاء، وقال في العادة لا يتناولون الكاري الساخن، ولهذا نطبخه باللبن الرائب والقشدة. ويخوض مؤيدون لهذا الطبق وضع الحماية، وهو ما وصفه وزير الخارجية السابق روبن كوك ذات مرة بأنه جزء مهم من الثقافة البريطانية. قال كوك في خطاب ألقاه عام 2001 حول الهوية البريطانية: دجاج تيكا ماسالا هو الآن طبق وطني بريطاني حقيقي، ليس فقط لأنه يحظى بشعبية كبيرة، ولكن لأنه مثال ممتاز للطريقة التي تمتص بها بريطانيا التأثيرات الخارجية وتتكيف معها. انتقل علي من مقاطعة البنجاب في باكستان إلى غلاسكو مع عائلته عندما كان طفلا قبل افتتاح شيش محل في الطرف الغربي لغلاسكو في عام 1964. قال إنه يريد أن يكون الطعام هدية لغلاسكو ليعيدها إلى مدينته التي تبناها. في عام 2009 قام بحملة من أجل منحها وضع الأصل المحمي من قبل الاتحاد الأوروبي، جنبا إلى جنب مع الشمبانيا ولحم الخنزير البارما وجبن الفيتا اليوناني. ترك علي وراءه زوجه وثلاثة أبناء وبنتين. وفي ختام هذا التقرير لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.